احكي والاخ احمد، احكي لك احكي لك، انقصر معك الاخ احمد. تسمى كنا نحكي وديجا كنت درت انا مداخله في الموقع نتاع اليوتيوب حول الاولويات نتاع الشعب والاولويات نتاع السلطه في ظل هذا الحراك اللي راهو جاري في الجزائر، وكانت كاينه بعض النقاط اللي ما ادرجتهاش انا في المداخله نتاعي، زدنا اضفناها في هذا النقاش، وتحدثنا على بعض الأمور اللي حدثت يعني في المسيرات هذه اللي صارت يوم 8 مارس. احنا ذكرنا الآن دخلنا في الناف، من بين الأشياء اللي تسمى حدثت هي قضية نتاع وسمو نتاع الناس خرجوا شعار نتاع قانون الأسرة لابوبال، فهمت؟ وحذرنا احنا من مثل هذه الأشياء لأنها هي راح تزيد تساهم في الانقسام داخل المجتمع. كاين الناس اللي ربما ينظروا لها نظرة سطحية، كاين الناس اللي يشوفوا لها بشكل أعمق لأنه كاين الناس وراءها، وهذه المسألة ماهيش جديدة، بالإضافة إلى التحرك نتاع بعض المنظمات الدولية. وتحدثنا عن القضية هذه نتاع العراق، نتاع فلسطين، نتاع ليبيا، نتاع اليمن. هذه المنظمات الحقوقية هذه الدولية ما تحركش ليك انت، يا قال مثلا لأنه شعرك سود ولا عينك كحولة ولا لأنه راك جزائري يحبوك، راه تتحرك الحسابات. احنا الإنسان يناضل، راهم ذوك هذ الناس اللي راهم في السلطة نختلف معهم بل ما نتفقوش معهم، ورانا نسعوا للتغيير تاعهم، لكن في نفس الوقت ما لازمناش نقولوا احنا يستعملونا ناس من أجل احتلال بلداننا، يضربونا ببعضنا البعض. يا خويا انا كيما يقولوهاش في البلاد، زيتنا في دقيقنا، اكزاكتلي هذه هي. لا نأيدك في هذا، يعني كل ما راك تقول، والمهم هو il faut pas qu'on se disperse, il faut qu'on reste sur de bonnes rails, il ne faut pas précipiter les choses, il faut mettre des priorités. Qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? ومن بعد ندخلوا لي سوجي لي سوجي لي كي بريوكوب تو لي الجيريان، قانون الاسره وقانون هذيك وقانون هذيك. مي هذيك سي سي ان بو سي با سي ان بو تو دو بارلي دو سا. يفو تو دابور نبداو بالحوايج المهمين. يفو با كون سي ديسبيرس، شو كون ريستي اوني. اي انا à mon avis الحراك لازم له ثاني هو il s'organise. Il faut qu'on s'organise pour pouvoir parler d'une seule voix. Faut pas que... هو اللي كنا نقولوا فيه. هذا هو يا بدات. D'après toi, c'est quoi, الحاجة اللي نتفقوا عليها؟ D'après toi, d'après vous, monsieur. Eh, d'après toi, c'est pas là-bas. D'après الحاجة الأولى اللي نتفقوا عليها هي لازم يكون ان غوفرنمون بروفيزوار. هذا اللي راه حاكم ماهوش ني با ليجيتيم. لازم اون برون لي سو بوفوار. ا مون افي il faut pas rester longtemps en train de faire des manifestations. Il faut passer vraiment à l'action, et l'action c'est mettre le c'est mettre le gouvernement actuel, qui est illégitime, devant ses responsabilités, en faisant une grève illimitée. Point. Classe, on en a marre, on arrête, qu'elle chauffe. Khteouna. Badou alina. Khteouna nana. Nsgmou le watan ntaana hada. Parce que si on continue comme ça, ça va mal tourner. بس هذه كيفاش انت ديرها؟ هذه لو كان ما يكونش فيها حوار ويكون فيها واسمه كيما نقولوا نقاش، وهو يكون هو انه الناس راها وصلت لهذاك المستوى، كيفاش راح ديرها انت؟ دوك لو كان يديروها جماعه رايحين مباشره يعتبروهم خوانه ورايحين يستهدفوهم، بلك ربما حتى يوصلوا انه المرحله نتاع التصفيه نتاعهم. وممكن هذا الاجراء في هذا الوقت بالذات ممكن هو انه يساهم، هو انت بدل انت راك تقول باللي التوحيد، انت واللي يساهموا في الانقسام. دوك عندنا في بريسك دو زون وحنا اون تورنو رون. علاش درك مثلا كاين خيار اخر؟
علاش درك مش في هذا الحراك هذا؟ دوك حنا صعوب يصعب هو انك انت تاطر الحراك، لان دوك تخرج مجموعه كاين الناس اللي راهم ناشطين، هو يشوف روحه باللي ما كانش في المجموعه يولي في الزد. كاين علاش مش درك قال دوك مثلا في هذا الاطار، وين انه السلطه دوك هي راها تنادي ولا راها تعمل هي من اجل باش تكون هناك انتخابات، الناس تدخل في هذه الانتخابات ما تخلي لهمش الساحه، تدخل بموازات مع مواصله الحراك. تدخل قال دوك مثلا هاد الناس يترشحوا قوائم، وقوائم يكونوا فيهم توجهات مختلفه، كاين توجه وطني، توجه اسلامي، توجه علماني، يترشحوا في قوائم موحده على المستوى الوطني، يديوهم الاغلبيه بمراقبه الانتخابات وبالتعبئه، وفيما بعد هما يشكلوا الحكومه تكون شرعيه. فهمت؟ تكون حكومه شرعيه، فيما بعد هذه الحكومه الشرعيه هي فيما بعد تكون موازاه مع الحراك، يبقى مستمر ويزيد هو لما تكون كاينه حكومه وكاين برلمان وكاين كذا، فيما بعد يبقى هو مواصل الى غايه استعاده السياده الوطنيه، بحيث هو انه غدوه فيما بعد يكون الرئيس رئيس شرعي، تكون عنده شرعيه حقيقيه ما فيها حتى هضره، وهما بعد تمشي الناس وحده وحده من خلال حوار مفتوح على المستوى الوطني، وتمشي الناس هو انه تستعيد السلطات الاخرى، وتستعيد هو فيما بعد المؤسسات، قال مثلا القضاء عاودوا فيما بعد ينقيوا القضاء هذاك من القضاة الفاسدين والمرتشين، ينقيوا الاداره وينقيوا الجيش من هذوك الخونه والعملاء، ينقيوا المؤسسات الاخرى نتاع المخابرات نتاع الشرطه نتاع كذا، Justement, il faut prendre les commandes. Et comment les prendre, c'est ça le problème. Pour en arriver jusque-là, les différents groupes et les mettre autour d'une table pour s'accaparer du gouvernail. خطر عليها الاخ احمد، لو كان دوك مثلا هذه القضيه هذه نتاع الحكومه هذه اللي تحكي عليها انت، قادره هذه الفكره هذه قادره هي انه تحدث انقسام داخل الجيش، بحيث انه يكونوا ناس مؤيدين ومعارضين، وقادره فيما بعد تدخل البلاد في حمام نتاع دم لو كان يحدث انقسام داخل الجيش. لازم هذيك لازم يفو ليفيتي. اون ايو دي زيكزامبل دوفون نو زيو، يعني شفنا بزاف، شفنا سوريا، شفنا ليبيا، شفنا العراق. جوستومون اون اسي فيو بور نو با تومبي دون سيت ايرور. علاه ما تدخلش الناس درك مثلا في الانتخابات الشرعيه؟ كما قلت لك الانتخابات الشرعيه ماشي كيما الانتخابات الرئاسيه، باسكو الانتخابات الرئاسيه هما راهم عندهم القوه العسكريه باش هما يمنعوا. دوك مادام راهو درك هو الانتخابات راه على المستوى الولايات، ما يقدروش هما مثلا غدوه في تيزي وزو يفرضوا عليك ناس من الافلان من حسيم سعود. صح رايحين يخرجوا الناس من تيزي وزو. ونفس الشيء في العاصمه، نفس الشيء في الشرق، نفس الشيء في الغرب. تدخل الناس في هذا الاطار نتاع الانتخابات التشريعيه وبحراسه المستوى الوطني، تعبئه شامله، تدي انت البرلمان، تدي اغلبيه في البرلمان، والاغلبيه راك راح تشكل بها نتاع الحكومه، وتفرض فيما بعد امر واقع على تبون والجماعه نتاعو شعبيا. لخطر دوك لو كان الناس تعلن على المقاطعه نتاعها، هما رايحين يبقوا مستمرين في اللعب نتاعهم، يبقوا هما دوك يحركوا المجموعه نتاع الاحزاب، لا سيما من الاحزاب الجديده هذيك، وربما حتى يدخلوا معاهم في كوطات، يعطيو لهم كوطات، وفيما بعد زيد انت قعد 5 سنين واحد اخرى، لانه هما دوك فيما بعد لك كان عقبوهما، هما ديجا عقبوا الرئاسه وزادوا عقبوا الدستور، لك كان زادوا عقبوهما البرلمان، زيد صرنا انت 5 سنين واحد اخرى. Donc c'est quand même une pensée يعني qui vaut la peine hein. واش راك تقول c'est une pensée qui a son pesant d'or. Oui, c'est vrai. Ouais, le principal, c'est il ne faut pas qu'on tombe dans l'erreur. Qui m'a goûté au bout, c'est un on a les exemples de la Syrie, de l'Irak, de la Libye, de l'Ousmou. Et n'oublions pas que l'Algérie
Elle est convoitée par tous les pays qui l'entourent. Il faut qu'on fasse attention. Quand il s'affaiblit, il joue les hyènes, il peut une chauffer. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce pays. Il est tellement convoité, on a des problèmes autour de nous qui ne sont pas à négliger. Ça doit rester dans la conscience de chaque Algérien. Même حتى اسمو هذا الحكومه هذه اللي انت راك تهضر عليها هذه لو كانوا نقولوا مثلا غدوه تمشي انت كيما نقولوا في مرحله تصاعديه فهمت ما تروحش انت تبدا ليها من الاول لانك تمشي فيها الاول تهبط ديريكت شوت ليبر فهمت حتى هي هذه القضيه نتاع الحكومه تاجلها تخليها ربما لمرحله واحد اخرى قال دوك مثلا في حاله ما حدث تزوير نتاع الانتخابات تاع التشريعيه راها راح تشكل حكومه تستعملها انت كشغل اون كارت قال له كان غدوه تتزور الانتخابات رانا راح نعلن حكومه من الخارج مش حتى من الداخل تولي انت تجبرهم وقال مثلا انت تدخل في اضراب تولي انت تجبرهم لكن اذا كان مشات الانتخابات بشكل سلمي وما حدثش فيها تزوير وديت انت الانتخابات اللهم بارك واذا كان هما راهو الشعب معاهم الله يبارك كيما يقولوا مبروك على الفيله ربي يزيدهم الاستوار تاع الفيله هذه هي